أنا أشتغل في الاقتصاد وفي التجارة تقريباً من سنة 89 ومتابع السعودية جزء منها. صحيح. التاريخ. صحيح. لما كنت أتوقع أن يأتي رجل هذا الفكر وهذه المرحلة العمرية وهذه الثقافة وهذا التمرس وهذه القوة واتخاذ القرار الحازم نحو تطوير المملكة العربية السعودية وتحقيق رؤى عالمية ضمن إطار إسلامي مع المحافظة على جميع الأعراف والعادات والتقاليد وما قبل وقبل ذلك المحافظة على الدين الإسلامي في المملكة العربية السعودية اللي هي مسؤولة عنه. الأمير محمد بن سلمان نرفع له القبعات والعقل. الأمير محمد بن سلمان نقلنا كلنا إلى الأمام. محمد بن سلمان مع حفظ الاحترام وحفظ الألقاب ومقامه محفوظ. إحنا نحب نقول الاسم شيء يحس جزء منا. طبيعي في الخير. خلانا ننظر ونعجز عن التفكير. المرحلة العمرية اللي مر فيها حقق أشياء أو قال أشياء واتخذ قرارات لا يمكن أن نحن كنا نعتقد لو إحنا كنا في مكان في شركات نتقدر نتخذ قرارات قوية بالطريقة. فمحمد بن سلمان حط رؤية نحن كنا نستغرب أن تم يشتغل عليها مع خبراء تطبيقيين وليس أكاديميين. وضعوا أن إحنا تطبيقياً على أرض الواقع ماذا نحتاج حتى نحن نصل إلى 2030، لكن لن ننتظر إلى 2030. خلال كل سنة راح أقيم هل إحنا تقدمنا في المرحلة ولا لا. وأن يقف محمد بن سلمان شخصياً كمحاضر ومناظر للإعلام وخبراء الاقتصاد ويحدثهم عن تفاصيل الرؤية بند مادة مادة ما استطاعوا لجالسين أعطوهم الرؤية وقال بقروها ما استطاعوا نجل. ومن ثم فورا تشوف خطوات عملية مفاجئة ومبهرة. احنا نقول لمحمد بن سلمان اعجزتنا.